شباب وقوافي، منتدى شباب وقوافي، الراعي الرسمي لليلة تدشين، ديواني هجاء الأساطير وروح العاشقة للأستاذة الكاتبة الجنوب السودانية نيان جان موريس أي هنية. نحن وأنتم إذ نحتفي في هذه الأمسية بتدشين هذين العملين الكبيرين في المعنى والمضمون. نبدأ فقرات أمسيتنا الشعرية بكلمات بداية من أهل الدار وكلمة رئيس مجتمع أبيمنم بجمهورية مصر الأستاذ جون مسؤول الإعلام في وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. أصالة عن نفسي ونيابة عن مجتمع أبيمنم بمصر، أنا برحب بالحضور الكريم في هذه الأمسية، أمسية تدشين ديواني هجاء الأساطير وروح العاشقة الكاتبة والشاعر يعني جان موريس ميجوك ابنة يمنم التي نفتخر بها. برحب بالحضور الكريم بالكاتب والشاعر بمنام الكتيابي والشاعر والموسيقار الصديق محمد والشاعر والصحفي دينجي أيوه وكل الحضور الكريم. كان برحب بالصحافي سانتينا جابريال مراسل صحيفة الوطن القومية بجوا ورحب كندي مهم واحد من ضيوف شرف هذه الأمسية ونيابة عن مجتمع أبيمنم بقول لكم داركم أشعر بالحرية وبناسب منتدى شباب وقوافي الإبداع أنا بقول لكم الدار داركم تصرفكم في أي لحظة وفي أي زمن بس جروا سلك وكلها تنتهي بصراحة. التحية للكاتبة يعني جان موريس ميجوك ومزيد من الإبداع والتواصل. أمسية سعيدة للجميع. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الضيوف الكرام، الأستاذ عبد المنعم الكتيابي رئيس اتحاد الكتاب السودانيين السابق، الأستاذ الصديق محمد مصطفى الشاعر والكاتب الموسيقار، الأستاذ الكاتب الصحفي دينجيت، الأستاذ الشاعر الأستاذ كامل فارس، والسادة الضيوف الكرام كل باسمه وصفته. نرحب بكم باسم منتدى شباب وقوافي الإبداعي، هذا المنتدى الذي ولد حديثا وكبير في معانيه، هو المنتدى الذي يرعى الإبداع
في السودان وخارج السودان لكل إنسان سوداني كما هو موضح من على البنر منتدى شباب وقوافي الإبداعي الفكري راعي الإبداع والتميز. ففكرة رعاية تدشين ديواني هجاء الأساطير وروح العاشقة للأستاذة الكاتبة نيانيان موريس وهي عضو في المنتدى، فنتمنى أن تكون هذه هي بداية لرعاية العديد من المبدعين المبرزين على امتداد السودان. ونحن لما نقول السودان ما واقفين على السودان يعني بالجغرافيا بتاع السياسيين السودان شمال والسودان جنوب، فنحن السودان عندنا هو السودان وكان شمال أو جنوب، السياسيين هم يوزعوا زي ما هم عايزين، لكن نحن كشباب مبدع وصاحب فكر ورؤية السودان عندنا هو السودان سواء كان شمال أو جنوب، والمبدع السوداني في الداخل أو في الخارج منتدى شباب وخوافي هو راعي الإبداع الأول لكل من يرى في نفسه أو ملما بالثقافة والفكر والإبداع سواء كان مبتدئ أو صاحب خبرة. نرحب بكل من أراد أن ينضم إلينا في منتدى شباب وخوافي ولا يفوتني. فهذا اليوم ليس يوم للحديث وإنما حديث يتحدث عنه الكتاب والنقاد لليلة التدشين، ولا يفوتني أن أقدم شكري لمجتمع أبيمنم للاستضافة والروح الطيبة التي وجدناها هنا. ونتمنى كما ذكر المتحدث من قبلي أن دار أبيمنم هي مفتوحة، وأيضا نحن في شباب وخوافي قلوبنا وفضولنا مفتوحة لكل مبدع، فأهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. حرية الجنوب والصيوان والإيقاع، حرية للآباء، الحرية للآباء، الحرية للزوجات، الحرية للثوار، الحرية للأوفياء. الآن في قراءات ديواني هجاء الأساطير وروح العاشقة مع الشاعرتين تاج المكاوي والأستاذة نيانيان موريس. طب انا هقدم لكم بعض الاشعار اللي انا عزلتها من التذكره. طبعا دي جرى اساطير والديوان الثاني بالنسبه لي لان في تدبيره وديوان مراقب من سياق، وبعد كده هجاء الاساطير وروح العاشره. في هجاء الاساطير هقدم لكم قصيده عن الوطن، كلام الوطن بمعنى الوطن بأهمية كبيرة. فشوف الوطن حصل شنو من مواليد الوطن والمعاناة اللي تم في الوطن. إليك يا وطني وآنسات سوا، إنه غربتي أرضوني ابتعاد الغداء، أيصلب الأحوال في بلادي أو تغربي لزادي. إن هجرة الأهالي بالبغاع والبيداء، شطرنا الافتعال ومواكب التعالي، التسرع للتآني وغلة وطنية والولاء. قبيلة تمجد القصون كالغناء، وأخرة تزود السموم في الوعاء، فدمرت قبائل إثنية الأنواع. إليك يا وطني، إليك يا وطني سأسره
قبائل إثنية تجاه الروم ومواقف التحرير، طبول ومراسيم لحرية الجنوب وصوان إغاء، الحرية للآباء، الحرية للأبناء، الحرية للزوجات والثوار الأوفياء. وزف مولودنا ورفرف الرايات في سلام وصفاء، وبعد خاف عليه وجدنا أعقادنا قد كبرت، ومحدنا لفتنة لتبصر، وحسادنا وأعداؤنا والطامعون يتمثلون عزاء. يا ويلك يا ويلك من حفنة تباع في أسواق العداء، خيرات البلاد الذهب الأسود والرقيق والدماء والعضاء. رجوعا وتحجيرا لن يستقر أحفادك، ذلا وإذلالا تشردا وأحقادا اغتيال الأقوياء واستعباد الجبناء والضعفاء. وإذا الرابع من عمرك تربع الشهداء بقلوب الهزناء، يحصون في أمواتهم وخسائر اقتادتهم وفقد الأحباء، وبعضهم توج بعودة حميد في السجناء، صناع للسلام أبطال أوفياء. ستسوء حالتك ويقصف خيراتك شمل العداء. يا أيها الأبناء، أتحجرون وطاءة ظليلة مقدسة ظليلة السماء؟ فالغربة لا تحفظ ضوابط الانتماء. إليك يا وطني سأسرد الحقيقة وحقيقة الجوفاء، ووصمات الصمت تزنبني، انعزال انقلاب أصابع تشير بالبغداء، وحاملي القيل والدسايس أبرياء. ما باتت أحلامنا، نجاحنا، أفراحنا، أوجاعنا، أسرارنا تأتمن كتمان الأمناء. أهذا حال مساء الخير، مساء الشعر، مساء الجمال. حضرتكم ده روح العاشقة. صوت واضح إلى الأرواح التي تعشق بلا ظفر، المتطلعة إلى أمد نائم دون التطرق إلى الحفوات والانتكاسات المتوالية. إليك يا من أخرجتني من بقعة مهجورة لأعانق رحابا، أفسح وأعتلي الشواك، أهديكم ثمرة المتواضعة في وامي الثالث. ليانجا موريس ماجور. الآن مع كلمة الأستاذ أحمد الشور، رئيس منتدى شباب وقوافي. القاهرة التي تحتوينا بكثرتها، ولنا فيها شجون وشؤون، وهي أخت بلادي ولعبي. التحية لمصر أم الدنيا، مركز الإشعاع الثقافي الذي يمتد شعاعه ويتجاوز المحيطات والمحاور. التحية لشباب وشعب جنوب السودان، هم يساهمون في بناء وطنهم أينما كانوا وأينما حلوا. تجدهم متضامنين متضافرين مهتمين
من أجل إحياء الثقافة والعلم والمعرفة. لكم التحية. التحية الصديقة الأستاذة الشاعرة الكاتبة التي طالما أتحشدنا في المرة الأولى أتحشدنا بكتابها الراقي جدا شواهد تاريخية. وحقيقة أنا وصلت بالنسبة لي في اللحظة دي يعني نقطة عجبتها جدا، هو كيف تستنطق شخص عاصر الأحداث؟ حرام أن تختفي تفاصيلنا تحت التراب. حقيقة أول شيء بالرحم بكل الحضور والمقامات الثانية كل الحضور وهذه الجلسة في حضرة الأستاذة هدية فارس الشاعرة ذات الثلاثة دواوين قد أدهشتنا حقيقة بما أبدعته وخططه في الدواوين الشعرية المذكورة عنها. حقيقة أنا على الكلام يعني الزحم حوالي شديد و هنتحدث عن باعتبار اطلاعات على الدواوين وبخاصة الديوان بتاع إحياء الأساطير استغربت جدا حسب الأستاذة عبد المنعم الكتيابي عن كل الملاحظات لما طلعتها هنا سبحان الله ويتحدث عنها وما شاء الله. الأول الآن هم دير ما شاء الله دير الخبرة الكبيرة سارة يعني من العنوان العنوان هجاء الأساطير. ما هو الهجاء؟ الهجاء معناته احتجاج لأخوان أو شتيمة. الأسطورة شنو؟ أسطورة في الخيال، سواء كان كلنا نحن أنا حسب نتكلم كشعب سوداني وأمة سودانية، وأساسا نحن ما افترضنا لأنه نحن قبيلة المبدعين، مبدعين بمعنى كل من يلون بالريشة، كل من ينحت جمال أصم يطلع عليه شكل جميل فنان نحت، كل من ينظم قصيدة، كل من يكتب قصة، كل من يكتب خاطرة، كل من يعزف أي آلة من الآلات، كل من يعبر على الإنسانية هو مبدع وفنان. إذا نحن هسه هنا المتلقي وكل الناس زي نحن قبيلة بتاعت مبدعين. وقد جمعتنا هنية موريس في التمرد صراحة، ودي ثورة على التقاليد. هي ممكن تقول هجاء الأساطير تعني إنه نطلع المجتمع بيمنح بجمهورية مصر العربية السيد أحمد صديق رئيس منتدى شباب وقوافي أحمد أبو بكر رئيس شباب منتدى شباب وقوافي الأستاذ الكاتب والشاعر عبد المنعم الكتيابي وأستاذنا الكاتب والشاعر كامل فارس والأستاذ الكاتب المسرحي والشاعر والناقد صديق محمد مصطفى وجميع الضيوف الأجلاء والضيفات الجليلات تحية طيبة لكم جميعا في هذه الأمسية الأدبية الثقافية الشعرية التي نحتفي فيها بكاتبتنا وشاعرتنا نيانجان موريس ماجوك دودي. بصراحة نحن أمام إنتاج أدبي غزير. الإنتاج الأدبي الموجود قدامنا ده إنتاج غزير لأنه يعني أمامنا ديوانين. الديوان بتاع الروح العاشقة والديوان بتاع هجاء الأساطير. فبتلقى في الروح العاشقة في 39 قصيدة،
في هداء الأساطير 21 قصيدة. يعني وحجم الكتابين حجم معقول جدا من القطع المتوسط، وصدرت عن دار الدليل الثقافي، فده يعني إنتاج أدبي جميل جدا. أنا لما مسكت الكتابين في يدي لأول مرة أعجبت جدا بالتصميم بتاع الغلاف، وأعجبت